حفل بين جيل في جميع البرايا. يا تميم المراجل شيخنا يا تميم، نافل بين جيلك في جميع البرايا، سيف عز تلالا بارقة بالعديم، هالمنايا تهابة ميها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. انطلاقة شوطنا السابع، نتابع وإياكم هذا الاندفاع مع أشواط الثنايا للأشواط المفتوحة، ونتابع هذا المساء الجميل وهذه الانطلاقة بعدما توقفنا لأداء صلاة العصر. نتابع ونستكمل وإياكم هذه الأشواط، ونتابع هذه الشعارات، ونتابع الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نتابع المركز الأول، هناك العمالة على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ خالد بن علي بن خالد بن أحمد الثاني، وأيضا يضمرها سالم بن جابر بن علي الزبداني هنا مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، نتابع زعفرانة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث نتابع هنا القدوم مع المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع اللي تسللت بدورها مريفة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا اللي في رابع المراكز اللي هي وزن لهجن الشحانية، وزن على المركز الرابع، نتابعها هنا وزن لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا من تسللت مهابة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع وهذا الاندفاع في هذا الشوط، نتابع الأسماء المشاركة، نتابع هنا في أيضا سن الثنايا والمسافة 8 كيلومترات، ونتابع هذه الكار المشاركة، نتابع اللي أيضا انطلقت على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، نتابعها وانطلاقتها. هناك مريفة، مريفة من تقود المسار، تقود المشاركات هناك في المركز الأول وفي هذه اللحظات، نتابعها هناك لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن أرى هنا اللي تسللت بدورها، دعناها في المركز الخامس ومباشرة إلى مقدمة الشوط. هناك مهابة، مهابة، مهابة على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. نتابعها ونتابع انطلاقتها في مقدمة الشوط وهي تغادر هناك أيضا بسيارة الكاميرا، ونتابعها بانطلاقتها الجميلة. مهابة، يا سلام يا مهابة، بانطلاقتها هنا في المركز الأول لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك زعفرانة، زعفرانة من بدأت تتسلل بدورها من الجانب الأيمن هناك لهجن الشحانية وبقيادة الحوت محمد بن خالد العطية هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث، نتابع مريفة على المركز الثالث لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، من تصلنا هناك العمالة لسعادة الشيخ خالد بن علي بن خالد بن أحمد الثاني وبقيادة سالم بن جابر الزبدان المري، الزبدان المري اللي على المركز الرابع. المركز الخامس، نتابع هناك المركز الخامس وزن لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي، بقيادة الذهبي هنا في المركز الخامس ومع وزن في هذه اللحظات، نتابعها على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونتابع هذا الانطلاق ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى التنافس ما بين الثنتين اللي على المقدمة مهابة ومن الجانب الأيمن زعفرانة. زعفرانة ومهابة هناك في نفس الموقف وفي مقدمة الشوط، نتابع هناك مهابة اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، ونتابعها في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع بهذا الشعار الجميل، شعار هجن الشحانية وفي مقدمة الشوط. هناك مهابة اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران
المري أحد عمالقة التضمير، من قاد أيضا نوايد صاحبة رمز المرموم، نشاهد هنا في هذا الانطلاق وأيضا واندفاعتها، وأيضا نهنيهم على ناموسها في هذا المساء الجميل. هناك اللي في المركز الأول اللي مهابة على مقدمة الشوط لهجر الشحانية، وأيضا مضمرها جابر بن سالم بن فهران. المري المركز الثاني، هناك زعفرانة من الجانب الأيمن اللي بدأت أيضا تتسلل لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. هناك من الجانب الأيمن نتابع أيضا هناك من الجانب الأيمن بينما النقلة على المركز الثالث في هذه اللحظات وقدوم ريفة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، هنا نتابع المركز الرابع، من تصلنا على رابع المراكز في هذه اللحظات، من بدأت تتسلل وأول ندى لهجر لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن فهران. المري والمركز الخامس، من تصلنا هنا أيضا أول ندى لرمية لهجن الشحانية وأيضا بمتابعة الذهبي سالم بن فهران. المري، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. الخمس المراكز الأولى، نتابع هنا الانطلاق والاندفاع في هذا الشوط. يا سلام، هناك هذه المقدمة، ولكن نعود إلى التغيير اللي جرى وطرى مع زعفرانة. زعفرانة اللي تسللت بدورها إلى مقدمة الشوط، نتابع زعفرانة لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية المشاغب. يا سلام بهذا الانطلاق وهذا الشعار، أيضا شعار الكايدة هناك في مقدمة الشوط وفي الصدارة وفي المركز الأول. يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع في المراكز الأولى ما بين مهابة وما بين زعفرانة. هناك أيضا شعار هجن الشحانية وهذا التألق في هذا الانطلاقات المسائية. نتابع هجن الشحانية ونتابع المشاغب محمد بن خالد العطية. هناك من يتابع زعفرانة بالمركز الأول. المركز الثاني مهابة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فهران. المري وانتصفت المسافة، ما أيضا هنا انتصفت المسافة بينما النقل على المركز الثالث مريفة ما زالت متمسكة مريفة بمركزها لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الذهبي سالم بن فهران. المري والمركز الرابع. المركز الرابع، من وصلت هناك اللي هي هجر لهجن الشحانية وأيضا مع الذهبي سالم بن فهران. المري، ولكن نرحب أيضا بقدوم اسم جديد وأوزان. أوزان 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 صاحبة إنجازات. أوزان هنا على المركز الرابع في دورها الآن هنا أيضا في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري من تسللت بدورها على المركز الرابع، ونقلها ممتازة لأوزان من مركز إلى مركز هنا في هذه اللحظات. نتابعها هناك المركز الخامس، أيضا من تأخرت قليلا هجر لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. للخمس المراكز الأولى، هناك المقدمة ما بين الثنتين المتلازمات مهابة وزعفرانة أيضا جنبا إلى جنب. هنا نتابعها على الكادر الأعلى. يا سلام الله على هذا الانطلاق وزعفرانة. زعفرانة لهجن الشحانية هناك وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما مهابة على المركز الثاني. مهابة على المركز الثاني لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فهران. المري في هذه اللحظات، نتابع مهابة هناك مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، نتابع مريفة. مريفة على المركز الثالث. مريفة على المركز الثالث، نتابعها لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، أوزان لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري والمركز أيضا الخامس، نتابع المركز الخامس. هناك أيضا هجر متمسكة بالمركز الخامس، هجر لهجن الشحانية ويقودها سالم بن فهران. المري، ولكن ارصدونا اللي أيضا بدأت تتسلل وزن لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فهران. المري، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن نعود إلى زعفرانة. زعفرانة هناك
مع مقدمة الشوط الهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، وهي بالانحناء أيضا ما قبل الأخير. يا سلام يا سلام، هنا مع انطلاقة زعفرانة لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية، بينما النقلة على المركز الثاني مهابة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع المركز الثاني. الآن بينما أوزان بدأت تتسلل بدورها على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع مريفة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري، والمركز الخامس وزن لهجن الشحانية أيضا هناك بقيادة الذهبي. نتابع الثلاث اللي على المركز الثالث والرابع والخامس بمتابعة الذهبي وبشعار هجن الشحانية، نتابع الانطلاق والاندفاع. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى زعفرانة. زعفرانة يا سلام يا سلام يا زعفرانة يا سلام يا زعفرانة لهجن الشحانية وانطلاقتها الجميلة في هذا المساء وفي هذا الجو الجميل. نتابع هنا زعفرانة لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الحوت محمد بن خالد العطية من يقودها في عملية التضمير. نتابع انطلاقة زعفرانة على المركز الأول بانطلاقتها الجميلة مع 1500 متر الأخيرة، ونتابع هذا الانطلاق من زعفرانة. ما شاء الله تبارك الله على هذه اللقطات الجميلة لزعفرانة بانطلاقتها الجميلة على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مهابة على المركز الثاني هجن الشحانية وبقيادة شبل جابر بن سالم بن فران المركز الثالث. هناك أوزان وزن هنا متواجدة على المركز الثالث، ولكن وزن قادمة في هذه اللحظات بدأت تغير وزن على المركز الثاني في هذه اللحظات. وزن هنا مع المركز الثاني وأوزان قادمة مع المركز الثالث. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التنافس، الله على هذا التنافس. هناك المركز الرابع والقدوم من رمية لهجن الشحانية وأيضا قدوم آخر هناك من مغيظة لهجن الشحانية وبقيادة الحوت، ولكن نعود إلى زعفرانة اللي على المركز الأول لهجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. أوزان قادمة على المركز الثاني، أوزان على المركز الثاني وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري المركز الثالث. وزن على المركز الثالث لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري. الله يا سلام يا سلام، رمية قادمة على المركز الرابع. تابع رمية اللي قادمة هناك في هذه اللحظات على رابع المراكز، ولكن زعفرانة أيضا مغيظة قادمة على المركز الرابع. هناك نتابعها، ولكن زعفرانة. الله يا هذا الشوط وصلنا الحزام الأخضر، وصلنا هناك التنافس الأخير، ولكن الله مع هنا زعفرانة مغيظة قادمة في هذه اللحظات وبقيادة الحوت أيضا المركز الأول والثاني. هناك أيضا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وبانطلاقة مغيظة على مقدمة الشوط. يا سلام يا مغيظة اللحظات الأخيرة هنا مع مغيظة. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية من قاد مغيظة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني. وصلت وزن لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم فران المري المركز الثالث. وصلت رمية لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم فران المري المركز الرابع. المركز الرابع وصلت زعفرانة لهجن الشحانية وبقيادة الحوت محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصلت هجر لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري. تابعنا هذا الشوط وتابعنا انطلاقته وتابعنا اندفاعة هذا الشوط. نتابع الأسماء أيضا انتزاع مغيظة أيضا من فاجأتنا في 500 متر الأخيرة وذهبت بالناموس، وأيضا باندفاعتها الجميلة أمام خط النهاية. تشاهدون مغيظة وهي تصل بكل سلام وأمان، قاطع المسافة في 12 دقيقة 56 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا وصولة لمضمرها محمد بن خالد العطية المركز الثاني. وزن المركز الثاني
وزن الهجره الشحانيه قطع المساوي 12 دقيقه 56 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا لسالم فهران المري ايضا من يضمرها. المركز الثالث وصلت رميه قاطعه المسافه في 12 دقيقة 57 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة لسالم بن فاران المري.